تدبر معي وفكر، ما كان أحلى فينا وأسعد وأجدر لو كنا نقص بمقص قاطع جميع الماضي الذي اكتسبناه به الأخلاق السيئة. كم قد أذنبنا وعصينا وخالفنا أوامره تعالى، عصيناه بنعمه التي وهبنا له تفضلا وبسخاء. والآن اترك كل ما مضى وراء ظهرك وارجع إليه بصدق نية ووفاء، وهذا الرجوع هو التوبة بعينها. وبهذا الرجوع إلى الطاعة بالتوبة تستلذ من عبوديتك لله، وتكون قد أدخلت السرور على الله سبحانه، لأنه يفرح بإيمان عبده. أنا شيعي، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، ومن الظمآن الوارد.